تواصل الدوله جهودها من اجل رفع اعداد السائحين الوافدين الى مصر فضلا عن التنسيق لفتح اسواق جديده لجذب السياحه اللاتينيه وخلال مؤتمر صحفي لوزاره السياحه تمت الاشاره الى ابرز عناصر تنشيط السياحه ومنها فتح المجال لبعض الجنسيات لزياره مصر بالتنسيق مع الجهات المعنيه وذلك عن طريق الافواج السياحيه من خلال الفيزا الاضطراريه التي تصدر في المطار بمجرد وصول السائح